والدعم الكبير أبو علي يعني من القيادة الرشيدة، وأيضا يعني من خلال وجود سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإشرافه على نادي الإبل. اليوم نتكلم هذا الدعم غير مقتصر فقط على المهرجان، نتكلم على قطاع الإبل بشكل عام. والله طول العمر مجرد وجود سمو سيدي هو دعم لنا. صحيح. نعم، وحنا طول عمرك دعم تعدى النادي وتعدى قطاع البل لشركات. الآن صار استقطاب شركات عظمى في قطاع البل، منها طال عمرك شركة سلام الطبية 100 مليون تقريبا رأس المال، منها شركة طال عمرك رأسها سمو الأمير عبد الرحمن بن خالد، ويعني شركة في قطاع البل. هذه تعتبر طال عمرك من دعم سمو سيدي للمجال البل. صحيح.